السلام عليكم، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل معانا المكشكشة او الجلاش، بس على طريقتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل وصفتنا دي ازاي. تابعوني للاخر وهتشوفوا شكلها وجمالها، فعلا تجربة تستحق، وفعلا وصفة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. بس اذا اول مرة بتشوفي قناتي وبتتابعيني وبتعجبك فيديوهاتي، من فضلك لايك وشير واشتراك عشان القناة تكبر بيكم وتوصل ليكم، وصلكم مني كل جديد وحصري. هنا معايا اللي هو الطاجن اللي بنشتريه من بره دوت، اللي هو الفويل او اي صينية عند حضرتك. انا استسهلت وعملتها في الفويل ده، ومعايا سمنة 3 معالق مسيحاهم على النار. بس ملحوظة، ما تستخدميش السمنة وهي سخنة، سيبيها لما تهدى كده وتبقى سايحة برضو. وهنا دهنت الطاجن اللي معايا كويس اوي الفويل، ومعايا لف الجلاش زي ما حضراتكم شايفين كده. بقى هنشوف الشغل هنعمل فيها ايه. لفة الجلاش دي الطريقة دي طلعت حلوة جدا جدا جدا. هنا انا بقيس الفويل على الجلاش عشان اشوف هعمله من انهي يمة بالظبط. عملته بالطول كده. هنا معايا مكسرات عبارة عن جوز الهند، سوداني، مجروش، زبيب كده، يعني اي مكسرات عند حضرتك. نص جرش كده، وببتدي ارشها كده من غير سمنة ومن غير اي حاجة على ورقة الجلاش، ورقة ورقة مش ورقتين، ورقة ورقة. وببتدي اكشكشها كده زي فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها زمان كده بالورق، هي زيها. وببتدي ارصها في الفويل اللي انا دهناه سمنة معي. طلع شكلها خطير 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 وجميلة، وشكلها تحفة، وطعمها كمان تحفة تحفة تحفة. جربوها ان شاء الله بإذن الله على طريقتي، هتعجبكم جدا جدا جدا. هنا ببتدي بقى هعمل معاكم كده واحدة واثنين وثلاثة عشان حضراتكم تعرفوا. بص المنظر بتاعها تحفة، عشان حضراتكم تعرفوا الطريقة والكشكشة بتاعتها. كده ببتدي اهوت برضو اعمل معاكم واحدة كمان. زي ما حضراتكم شايفين كده ببتدي اكشكشها. سهلة وسريعة جدا جدا، ومش مكلفة، وما شاء الله حاجة كده جميلة وطعمها خيال خيال خيال. اذا وصلتي معايا لحد هنا فضلا صلي على النبي في التعليقات. شايفين كده بتني تانيات صغيرة كده وبكشكشها عشان تبقى واخدة شكل الكشكشة كده في ورقة الجلاش، من غير سمنة ومن غير اي دهن خالص. احنا هنستخدم السمنة دلوقتي، بس شوفوا الطريقة هنعملها ازاي. فضلا اذا وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي تحطي اللايك. زي ما حضراتكم شايفين كده دي اخر قطعة معايا. عفوا، طبعا اخر قطعة دي بتبقى مقطعة كده من بره الورقة الخارجية بتاعتها، فقلبتها كده وخليت اللي تحت فوق، ورشيت عليها رشة مكسرات، وابتديت اكشكشها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. وده اخر حاجة معايا، هوريكم بقى شكلها، منظرها تحفة تحفة تحفة. جربوها على طريقتي، شايفين الجمال؟ ولسه هتشوفوها معايا، اصبروا عليا ما تروحوش في اي حتة. بس فضلا اذا وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي اللايك، واذا ما اشتركتيش عندي اشتركي، واعملي لايك واعملي شير وكومنت، اعملي شير لاصحابك واصدقائك. ده دعم منك ليا اذا بتعجبك وصفاتي. وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنا باقي السمنه معايا، هبتدي ارشها كده كلها على الوش بتاع الجلاش زي ما حضراتكم شايفين. وبالفرشه كده ببتدي ادهن الوش كويس عشان لو في اي حته مطلتهاش سمنه تجيلها سمنه. وبوزع السمنه كويس جدا كده على وش الجلاش.
قولوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله في التعليقات. هنا كده بقى هبتدي اقطعها بالسكينه قطع كده على يعني الحجم اللي حضرتك بتحبيه. انا هنا قطعتها قطع كده صغيره، طبعا انا هو بقطعها بالعرض بس فقط لا غير، مش هقطعها بالطول لان هي كده كده اوريدي متقطعه زي ما حضراتكم شايفين المنظر الجميل ليها وهي مكشكشه كده. هدخلها الفرن لمده نص ساعه على الرف الوسطاني درجه حراره 180، وشوفوها بقى بعد ما تخرج معايا. حطيت ورق الفويل كده قالب الفويل اي على صاج الومنيا عشان تستوي عليه، عشان انتوا عارفين الالومنيا بتوزع الحراره كويس جدا. هنا كان معايا عسل الشربات، لو حضراتكم عايزين تعرفوا الطريقه انا عاملاه كذا مره في القناه، ونص كوبايه لبن. ضيفي اللبن وما تخافيش، والجلاش وهو سخن ضيفي على عليه العسل باللبن كده، تحفه تحفه تحفه، خطير وطعم وطلع جنان، روعه 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 ما شاء الله، وطري كده من جوه وجوسي ومقرمش من بره، حاجه كده خرافه وطعمها ما شاء الله تحفه جدا. هنا انا هزود معلقتين لبن تاني، ما اقولكوش الريحه كانت عامله ازاي، وحاجه كده عملناها من لا شيء، لف الجلاش وشويه جوز الهند وزبيب، ودلعي ولادك وكل سنه وانتم طيبين وتحفه، وحاجه كده ما شاء الله خطيره وطعمها جميل جدا. حبيبتي اوعي تنسي اللايك والشير والكومنت الحلو كده منك، بيدعمني وبيدعم القناه، وشايفين الجمال شايفين الحلاوه واللذاذه، حاجه كده اللهم صل على النبي تحفه تحفه تحفه. فضلا اذا وصلتي معايا لحد هنا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني، وادعوا كتير وكثف الدعاء في الايام الجميله اللي احنا فيها دي، وكل سنه وانتم طيبين. وكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده، ودمتم سالمين ومع الف مليون سلامه. هتوحشوني كده، برش رشه مكسرات تاني على الوش وبالف هنا وشفا، وبس تسلموا لي يا حبايبي اللي بتعلوا لي الفيديوهات باللايكات والتعليقات والشير، تسلموا لي تسلموا لي، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ومع الف مليون سلامه.